السلام عليكم، كيف الحال؟ أكيد كلكم شفتم هذا الصندوق طالع جديد بتيك توك، يعني للي يستعملون تيك توك. شوفوا مثل ما شايفين 600 عملة موجودة بيه، وراح تدخل راح يدخلك بث ثاني. شوف ايش قد بيه مشاهدين وايش قد بيه بالصندوق. الصندوق بيه 600 عملة، طبعا مثل ما شفنا من شوي لو دخلت عليه بيه 600 عملة من أصل 600 مشاهد. طيب هذا شنو فرق هذا الصندوق عن الصندوق الأول الأساسي مثل هذا الصندوق اللي شايفينه قدامكم؟ الفرق انه هذا الصندوق يرميه اي شخص للناس اللي تكون بالبث، اما الصندوق الثاني اللي بيه 600 عملة راح تلاقيه ينزله اغلب الاوقات ينزله صاحب. فالصندوق الاول هذا فيه 600 عملة لكن هو عبارة عن اعلان لبث ثاني فقط، واذا تقدر تاخذ منه حتى اذا كان الناس قليلين بالبث راح تاخذ فقط عملة لا غير. من 600 عملة راح تاخذ عملة حتى اذا كان في شخص واحد، لانه هذا الصندوق عبارة عن اعلان للبث، يعني راح تلاقيه ببعض البثوث مشان يجيب ناس مشاهدين على البث. اما الصندوق الثاني فهو متاح للجميع، يعني اذا كان ب 320 عملة تقدر تاخذ انت 2 او تقدر تاخذ 3 اذا كان اقل، انت وسرعتك او سرعة النت عندك، وشارح قبل بمقطع سابق. فأين هو برأيكم أفضل، إنك 600 عملة وتلحق عملة واحدة، أو 20 عملة وتقدر تاخذ أكثر أو أقل؟ وبس، وسلامتكم.